الحمد لله الآن الموارد المالية موجودة. احنا الآن في تقريبا في الأيام الأخيرة في الإعداد من أجل توسيع الطاقة الاستيعابية ليكون فعلا الملعب كيليق بهذه الجماهير وكيليق الآن بمستوى ديال الفريق والتحولات اللي تتعرفها الرياضة. باش نديروا المرافق اللي تكلمنا عليها، باش يمكننا نديروا فندق ولا جوج، باش يمكننا نديروا إدارة ديال للعصبة وإدارة للفريق ديال نادي القنيطري، باش يمكننا نديروا مقاهي، باش يمكننا الفكرة هو أننا نحيدوا حتى الأسوار المحيطة. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري.